السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكاء صناعي بيتطور ويتوحش بشكل فظيع. دلوقتي ده ذكاء صناعي بتبدأ تقول له أنا عايز حاجة معينة، هو يبدأ يعملها لك. على سبيل المثال بتقول له أنا عايز أشوف رجل فضاء راكب حصان، يروح راسم لك الصورة ديت. مجرد إن أنت بتقول له إيه الحاجة اللي أنت بتفكر فيها، هو يبدأ يعملها لك. تقول له مثلا أنا عايز أحط صورة الممثل الفلاني على لوحة معينة، يبدأ يحطها لك. في ناس كتيرة عملوا الموضوع دوت، فده خطورته في ايه؟ خطورته في ان في ال يعني قريب جدا هنستغنى عن الديزاين. ممكن تقول له انا عايز اخلي دب بيعزف مثلا، هو يروح يعمل لك على طول لوحة بيكاسو مثلا بالشكل دوت. عايز حيوان مثلا معين بيلعب كرة سلة، هو يبدأ يضرب لك الصورة ديت. بدل لك صورة كلب مثلا بصورة قطة مثلا. Dolly was created by training a neural network on images and their tech, like koala bears and motorcycles. Check or action. Oh, حيوان معين على الدراجات مثلا. عايزين نغير القصة بتاعت الموناليزا. فده بيدل لك الذكاء الصناعي بيدخل في كل حاجة ازاي بسرعة شديدة جدا يعني.